بطل حلقتنا النهارده هنعمل النهارده تشيكن رول، هنعمله بطريقه جميله جدا وزي ما عملناها قبل كده بالوراك. النهارده هنعمله بالصدور المفرومه، بجانب النهارده عندنا شوربه الفلفل الاحمر هنعملها بطريقه حلوه قوي بالصور كريم. عندي كمان احلى مكرونه كواترو ما عملناش قبل كده في مطبخ لايف، هتكون اول مره نعملها وهنتكلم عليها باستفاضه واحنا شغالين. يبقى المنيو بتاعنا عباره عن ايه؟ انا عندي مكرونه كواترو فيها اربع انواع من الجبن، هنعملها بطريقه جميله. كل عشاق المكرونه هتحب الوصفه دي، بجانب شوربه الفلفل الاحمر. عملنا قبل كده شوربه الفلفل الاصفر، وعملنا برضو شوربه فلفل الاحمر بس ما عملناهاش بالكريم، عملناها بيور كده ساده. هنعملها النهارده بالصور كريم او بكريمه لبانه متوفر عندنا نقدر نشتغل بيه، بجانب زي ما قلت لكم تشيك الرول النهارده هنعمله بطريقه جميله جدا. حابب نرجع كده نقول هنشتغل اول حاجه مع بعض. عندي تشيك الرول هنعمله بطريقه جميله، هتاخد طبعا وقت معانا، هتاخد لها حوالي نص ساعه، فعشان كده حابب ابدا فيها وبعد كده نخش على الشوربه واخر حاجه نخش على المكرونه. المكرونه بتاعتنا عباره عن ايه؟ انا عندي نص كيلو من صدور الفراخ، طبعا احنا فرمنا، اي حد عنده كبه يقدر انه يفرمه في البيت بطريقه سهله. عندي البهارات بتاعتي كلها ايه؟ كلها باودر، عندي بصل باودر، عندي ثوم باودر، عندي فلفل اسود، بجانب عندي كمان رشه ملح، عندي بقدونس. الخضار بتاعه عباره عن جزر وبسله. يبقى ده المقادير وده الانجريديان بتاعنا اللي احنا هنبدا بيه. نرجع على طول كده. اول حاجه انا عندي في الوصفه الثانيه اللي هي شوربه الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر طبعا احنا هنعمله مشوي، يعني مش هنعمله بطريقة العادية او التقليدية اللي احنا نقطع الفلفل وناخده كده تسويح التشويحة او بلانشيه. حابب اول حاجة عشان يكون تيستو حلو جدا او نغير على الوصفة اللي احنا عملناها، عندي الفلفلتين دولت حوالي 400 جرام. اول حاجة هنعملهم، عندي شواية في البيت ممكن اشويهم، ما عنديش شواية دخلها في الفرن على طول عند درجة حرارة عالية على اساس تاخد لون وتبتدي تدينا ريحة جميلة جدا واحنا بنشوحها. يبقى الشوربة احنا مش هنبداها، بس اول حاجة حابب ان انا ادخلها الفرن الاول. ندخل الفلفل زي ما قلت لكم ياخد كده لون جميل وبعد كده نخش على طول في الوصفه. عندي اول حاجه هبتدي ان انا اقطع الخضار بتاعي قبل ما امسك الفراخ. الخضار بتاعي زي ما قلت لكم انا عندي جزر وعندي البسله. الجزر هنقطعه بالشكل ده، هنخليه جوليان. الكمية مش هتكون كبيرة قوي، نقطع كده. بعد ما نقطعه جوليان عندي برنواز نبتدي نقطعه أصغر حجم عندنا بالشكل ده، يعني ما يكونش صغير قوي وما يكونش كبير، عايز الخضار بتاعي يكون متشاف. كل أنا هعمله أضيف شوية دولت هنا، مش محتاج أكتر من كده. ده بالنسبة للخضار بتاعنا اول حاجة. عندي بقى هنا هعمل ايه؟ عندي نص كيلو من الصدور زي ما احنا عملناها قبل كده بالوراك، وانتوا عرفتوا ان انا اصلا بحب الوراك في كل الوصفات على اساس الوراك بيكون طرية. حابب النهاردة اشتغل صدور عشان اللي بيحب الصدور ما يقولش انت بتشتغل وراك بس. عندي نص كيلو زي ما قلتلكوا، عندي البصل باودر وعندي ثوم باودر بجانب فلفل اسود. اللي حابب يشتغل على الفراخ بفلفل ابيض ده شغال وده شغال. عندي كمان رشة ملح كده حلوة. البقدونس مش لازم ان انا افرمه بايديا بالشكل كده، نبتدي ان احنا نقطع بالشكل الجميل ده، نشيل بس العيدان، انا عايز بس الورق مش اكتر من كده. كل اللي انا هعمله ابتدي اضرب ده كده ضربة حلوة. عندي المية السخنة زي ما احنا ما شايفينها بتغلي عندي على النار. في طريقتين ممكن اشتغل على طول، اللي انا الفها رول في ورق القصدير وبعد كده انزلها في المية، تطلع من المية اخدها بلانشيه في الطاسة مع زبدة او مع شوية زيت. وفي طريقة اللي انا ممكن ادخلها فرن على طول، ده شغال وده شغال. كل اللي انا هعمله عندي ورق القصدير بالشكل ده،
وعندي رشة زيت صغيرة كده نبتدي اللي احنا، لو عندي ورق زبدة تمام ممكن اشتغل بورق زبدة، ما عنديش ورق زبدة يبقى انا ممكن اشتغل بالزيت بالشكل ده. كل انا اعمله ابتدي اعمل كده الزيت بالشكل ده، وابتدي عندي الفراخ حابب اعمل رولين، بجانب عندي الجزر وشوية بسلة. ده كل اللي انا هعمله، اوسع كده على اساس كل حاجة تظهر معانا في الكاميرا. انا عندي ده الشكل اللي انا هشتغل بيه. هنبتدي نعمل ايه؟ عندي محتاج ان انا ابتدي الفه كده، اتلف معايا تمام. ابتدي بقى الف ده كده من هنا واشتغل الرول ده ازاي. كل ما ابتدي الف احاول انا ادوس كده بايديا على اساس يتلف معايا بشكل صحيح ويكون مظبوط وزي الفل. طبعا الرول اللي انا بعمله ده اكبر من الحلة، بس مفيش مشكلة، هنبتدي اللي احنا نقلبه على الجنبين وهيكون مظبوط معانا، وهنشوف طريقة التقديم هتبقى عاملة ازاي. طبعا ديت مهمة جدا، كل ما ابتدي اثبت عليه من هنا او ادوس عليه كل ما هيكون مظبوط معايا كده تمام زي الفل. ده كده بالنسبة لي تمام. لو انا حبيت اخد الرول ده عندي صينية، ممكن احط الصينية في الفرن. انا ممكن اجربها معاكو اشتغل في الصينية. نعمل لها كده حمام مائي بالشكل ده، عندي المويه الدافيه بتاعتي. انا عملت الحركه ديت ليه؟ على اساس ان الرول اللي انا عامله ده هيكون اكبر من الحله، فكل اللي انا عامله هنبتدي ان احنا نحطه بالشكل ده، نخليه على جنب ونجيب اخوه نعمله بنفس الشكل. زي ما قلت لكم ده شغال وده شغال. عندي الرول نقطة زيت كده حاجة بسيطة مش كتيرة، ونبتدي نعمل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وعندي بقية الفراخ بتاعتي نبتدي اللي احنا ننزل بيها هنا. عايز اقول لكم طريقة جميلة جدا وبتتعمل في المناسبات اكتر، يعني مش شرط حتى يكون مناسبة، بس انا قصدي لما بيكون في مثلا احنا بنروح الافراح وكلام زي دوت او في القاعات بنلاقي تشيكن رول، مفيش فرح رحناه الا ما بنلاقيه موجود بيكون مطلوب والناس بتحبه. كل انا هعمله ابتدي ان انا الفه كده بالشكل ده لحد ما يتلف معايا كامل. انا بدوس بايديا بالشكل ده كده هنا على اساس ان القلب بتاعه ما يكونش فيه فتحات خالص. شايفين يا جماعة؟ انا عايز كده من الاجناب ما يبانش اي حاجة من الخضار خالص. كده تمام زي الفل. ابتدي بقى ان انا ادوس كده بايديا وابتدي ان انا الف واحدة واحدة. دي بقى مهمة ان انا ادوس من الناحيتين بالشكل ده كده. كل ما ادوس كويس كل ما يكون مظبوط معايا، لو بقى طري بالنسبة لي مش هيكون لذيذ ومش هيطلع معايا مظبوط. ادي بالشكل ده اهو، هندخله في الفرن على درجة حرارة 200. كل اللي احنا هنعمله بالظبط 5 دقايق ونبتدي نقلبه على الجنب التاني. لو احنا حبينا اللي احنا نزود له شوية مية ممكن نزود شوية مية، نزود بالشكل ده كده. ندخل فرن ونسيبه بالظبط حوالي نص ساعة، ده اللي احنا محتاجينه مش محتاجين اكتر من كده.
الفلفل اللي ابتدى ياخد لون معانا نخليه ياخد لون، وبعد كده نشوف هنبتدي نعمل ايه مع بعض. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ عندي نوع مكرونة هنعمله بطريقة جميلة جدا زي ما قلتلكوا، هي الاربع فصول، بس مش حابب اشتغلها دلوقتي. انا هشتغل اول حاجة عندي الشوربة، بس حابب طبعا وانا شغال في الشوربة انزل المكرونة بتاعتي، لان احنا عارفين ان يعتبر ما بتاخدش وقت. احنا عارفين طبعا المكرونة هي الاستاندر بتاعها بتاخد بالظبط 7 دقايق، 8 دقايق طلع بره، 9 دقايق خلاص هي كده راحت مني. عندي المايه دافيه على طول، الانجريدينت بتاعي موجود، اقدر اشتغل كل حاجه. يعني انا لو حبيت اعمل مكرونه مش زي ما الناس بتعمل في البيت، حد مثلا جاي لي او حابب اعملها لاولادي قبلها بساعتين اللي انا بجهزها او ب3 ساعات، لا انا اولادي او انا حبيت ان انا اعمل المكرونه في نفس الوقت على طول، الانجريدينت بتاعي موجود عندي في الثلاجه او في المطبخ، عند المايه بتبقى سخنه. لو انا هعمل ريد صوص او وايت صوص، كل انا اعمله اخد المكرونه بتاعتي انزلها في المايه، اثناء ما موجوده في المايه بركب بقيه الصوصات بتاعتي. لو انا هعمل صوص احمر ابتدي طماطم اعملها كونكاسيه او اعملها صلصه، بيبقى الاثنين شغالين مع بعض. دي تاخد لها 7 دقائق تطلع تنزل على طول في الصلصه، او تطلع من هنا ابتدي لو انا هعمل وايت صوص صوص ابيض ممكن اشتغل بيه، لان المكرونه احنا عارفين لو قعدت ساعه وساعتين وكلام زي ده بتعجن ومش بينفع اللي احنا نسخنها. يبقى اول حاجه هنعمل ايه مع بعض؟ عندي المكرونه ابتدي انزلها بالشكل ده، وفي خلال الوقت اللي انا قلت لكم عليه ابتدي اعمل ايه رايكم اشتغل في الطاسه ديت؟ هشتغل فيها بقيه الانجريدينت كله. عندي المكرونه بتاعتي تسخن، هنعمل دلوقتي مع بعض المكرونه. هنعمل كواترو، نشوف المقادير بتاعتها لو تنزل على الشاشه. انا عندي 400 جرام من مكرونه فوسيلي، وحد يسالني ايه السبب؟ عايز بس خلاص نزلتها في الميه. المكرونه بيكون اللي هي الحلزوني. طبعا انواع المكرونات مش هينفع ان احنا نعمل مثلا نوع مكرونه واي نوع مكرونه عشوائي، كل نوع مكرونه بيكون ليها سبب اللي احنا نعمل المكرونه دي ليه. نشوف المقادير وبعد كده هشرح لكم باستفاضه. انا عندي 400 جرام مكرونه فوسيلي، عندي جبنه موتزاريلا، عندي جبنه شيدر مبشوره، عندي جبنه ريكفورد، وعندي كمان جبنه برمزان، عندي زبده، عندي كريمه لباني، عندي توم، عندي ملح، عندي جوز التيب. ديت المقادير اللي احنا نشتغل مع بعض احلى مكرونه، وهنشوف الطريقه بتاعتها تكون عامله ازاي. الفلفل حابب اللي انا اطلعه دلوقتي، شايفين يا جماعة اللون ده؟ ده اللون اللي أنا محتاجه. نرجع المكرونة بتاعتنا، ندي بس كده تقليبة. نرجع المكرونة ديت، أنا أقول لكم أنا اخترت المكرونة دي ليه في الجبن النوع دوت. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. في الفاصل طبعا خلاص احنا خدنا الوقت زي ما قلت لكم، المكرونه بتاعتي طلعت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. هنبتدي نركب الصوص هنعمله مع بعض ازاي. عندي زي ما قلت لكم الانجريدينت بتاعي، انا عندي كريمه لباني بجانب جبنه موزاريلا، عندي جبنه ريكفورد، عندي جبنه شيدر، عندي كمان جبنه برمزان بجانب، عندي توم، وعندي كمان وحده جوزه بالشكل ده هنبتدي اللي احنا نبشرها. ده الانجريدينت بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه. اول حاجه حابب اعمل بايه؟ هنزل اول بالزبده، ولو الطاسه عندي سخنه ابتدي ان انا ابعدها كده شويه، ننزل بشويه الزبده الحلوين ديت. برفع بس الطاسه على اساس اقلل درجه الحراره، مش عايز الزبده بتاعتي لونها يكون غامق معايا. بالشكل ده كده ندي واحده كمان. طبعا الوصفه ديت هتكون غنيه شويه، هتكون دسمه عشان الكريمه اللباني وعشان الجبن، يعني اللي بيحب الجبن هيحب الوصفه ديت بتاعه المكرونه. اول حاجه بنزل بشويه توم كده حلوين،
يبقى نزلت بالتومة ونزلت على طول بالزبدة، ومش عايز الزبدة لونها او مش عايز التوم لونه يغير معايا كده. تمام، ابتدى اللون ياخد بس دهب الفاتح مش اكتر من كده. بنزل على طول بالكريمة لباني. عندي صور كريم بشتغل، بس انا حابب طبعا في الوصفة ديت اساسي فيها لازم كريمة لباني. انا مش بعمل وايت صوص، شوفنا في حلقات كتير الوايت صوص احنا بنعمله مع بعض ازاي. طبعا وايت صوص لو حد سأل، انا بيكون عندي نقول لتر من اللبن، بنحط لتر اللبن ونحط معه كرفس، عند زعتر فريش، عند روزماري، بجانب زعتر فريش وروزماري وكرفس، ده الاخضر اللي احنا بنحطه معاه. بنحط كمان جوز الطيب، ممكن نحط جوزاية واحدة سليمة زي ما هي ونخليه نغلي براحته. الروح احنا بنعمله ازاي؟ عندي مثلا 100 جرام من الزبدة، بننزل بالزبدة وبعد كده بنروح نازلين بالدي واحدة واحدة، نبتدي اللي احنا نقلب. اول ما لونه يبتدي يكون مديني ذهبي فاتح، ابتدي اللي انا اخد اللبن اللي انا نزلته على الرول اللي احنا عملناه دوت، بعد ما بصفي منه الخضار بتاعه. البهارات بتاعتي بالوايت صوص ستاندر اللي احنا اتعلمناه صح، عباره عن فلفل ابيض وممكن جوز تيب. ما ينفعش ان احنا نحط فلفل اسود نهائي، في ناس كتير بتحط فلفل اسود، ده مش صح وده مش ستاندر بتاعه. ندي بس تقليبه كده، حابين اللي ده يتقل كده كده هيتقل معانا. هيتقل ايه سببه؟ انا عندي شويه الجبن، جبنه موتزاريلا نازل كده شويه حلوين. طبعا ديت الطريقه ديت غير الوايت صوص اللي احنا بنعمله او احنا عملناه في حلقات قبل كده. عندي جبنه ريكفورد زي ما قلت لكم اساسي فيها الجبنه ديت، من غير الجبنه ديت الوصفه ديت مش هتنفع. انزل بحته الجبنه، هنسيح كل ده مع بعض. عندي كمان جبنه برمجان نزل كده حوالي 50 جرام، وعندي الشيدر ننزل بيه ونقلب كل ده مع بعض. كل اللي هيحصل ان هيبتدي يتقل معانا الصوص اللي احنا عاملينه دوت، اول ما يتقل معانا نروح منزلين المكرونه. زي ما قلت لكم المكرونه نفسها ما بتاخدش وقت، يعني هي السبع دقايق المكرونه زي ما احنا مش شايفينها بيطلع منها البخار سخنه، طلعت من هنا نزلها هنا على طول. مش هينفع ان احنا نخلي المكرونه تقعد وقت كبير بره وبعد كده نضيف عليها صوصات مش هتكون لذيذه معانا. نخليها لحد اما تبتدي تتقل معانا. طبعا الزبده احنا عاملين فيها زبده كتيره، مفيش مشكلة، كل ده مش هيبان دلوقتي واحنا شغالين بيه. نبتدي نقلب كده لحد ما يبتدي ان يتقل معانا. عندي ملح بجانب عندي جوز الطيب، ده اللي احنا هنضيفه بس على الوصفة ديت. الجزاية كده نجيبها ونبتدي اللي احنا نبشرها براحتنا بالشكل ده كده، ناخد منه كده حاجة بسيطة. طبعا كل ما يكون بالشكل ده ونبشره هيكون افضل. عايز اقول لكم الريحه بتاعته طالعه غير اللي بيكون جاهز عندنا، بيكون برضو النكهه بتاعته بتكون جميله بس مش بيكون بالشكل اللي انا شايفه دلوقتي ده. تمام كده زي الفل. زي ما قلت لكم ندي تقليبتين ثلاثه يتقل معانا وبعد كده نضيف المكرونه. ابتدى يتقل معانا شويه اهو، بس انا عايزه يكون تقيل قوي، انا ما ضفتش دقيق زي ما بنعمل الرو او البشاميل، انا خليته بيور زي ما هو كريمه لباني مع ميكس الجبن اللي احنا ضفناه. عايز اقول لكم ريحتها طالعه وجميله جدا. كل اللي انا هعمله دلوقتي هحاول ان انا اقلب في الفرن. تقليبه بسيطه كده واحنا شغالين دلوقتي. انا خلاص كده الانجريدينت ده مش محتاجه، نخلي المكرونه كده على جنب ونبتدي نشوف الشوربه الجميله بتاعتنا. احنا ممكن نخليه هنا على نار هاديه. الشوربه بتاعتنا المكونات بتاعتها ايه؟ عندي الفلفل الاحمر زي ما قلت لكم، احنا عملنا قبل كده بالفلفل الاصفر وعملناه بالاحمر بس ما اشتغلناهوش مشوي بالشكل ده. المكونات بتاعتي ايه؟ انا عندي
فلفلتين 400 جرام، عندي كمان صور كريم، عندي بصل، عندي جزر، عندي بابريكا، هتديني تيست ولون وريحه، بما ان كده كده الشوربه بتاعتي لونها هيكون احمر بجانب فلفل اسود، وعندي التوميه اخليها سليمه زي ما هي، انا مش حابب ان التوميه تتحرق، لان لو اتحرقت او نزلناها مع المكونات بتاعتنا وخدت السوا بتاعها كامل هيكون التيست بتاعها طاغي على الشوربه. فانا كل اللي انا هعمله هنزلها بعد ما انزل المكونات على اساس تاخد كده يعني نقول ربع سوا، انا عايزها تكون ربع سوا. بعد كده كل ده احنا هنضربه في الخلاط، يعني التوميه نفسها مش هتكون ظاهره معانا في الوصفه. ديت المقادير بتاعتنا زي ما قلت لكم، 400 جرام من فلفل الاحمر، عندي صور كريم حوالي 100 جرام، عندي بابريكا، عندي كمان توميه واحده فريش، عندي فلفل اسود، عندي المويه الدافيه شغاله على النار زي ما احنا ما شايفين، بجانب عندي بصلايه كبيره او اتنين صغيرين، وعندي كمان جزرايه، وعندي كمان مكعب الزبده مع الزيت. لو انا حبيت اشتغل بزيت بس مفيش اي مشكله بالنسبه لي. كل انا اعمله هاخد درجه الحراره، انزل بزبده وزيت مع بعض ونبتدي نقلب وناخد التقطيعات اللي احنا عايزينها بتاعت الوصفه ديت. التقطيع مش فارقه معايا لان كده كده ده هيتضرب في الخلاط، ناخد بس كده ناخد نص الجزرايه ديت. عايز طعم الشوربه بتاعتي تكون فلفل بيور، ما يكونش الخضار فيها طاغي قوي على اساس ما يكونش احس ان هي كانها شوربه خضار. الكريمه لسه قدامها شويه مع الجبنه، هي بالظبط دقيقتين وهتتقل معانا ونقدر على طول اللي احنا هنشتغلها. طبعا اللي في الفرن التشيكن رول اول ما نطلعه مش هنقطعه ونقدمه، عندي الزبده بتاعتي، لو انا عندي زعتر فريش او روزماري انزل بزبده وزعتر وروزماري، ما عنديش الكلام ده ممكن انزل زبده وزيت او زيت بس. نبتدي اللي احنا نشمعها من ناحيتين وبعد كده نبتدي اللي احنا نقطعه، نقدمه جنب مكرونه، نقدمه جنب رز، نشوف ايه الموجود عندنا في البيت ونقدر اللي احنا نقدمه جنب الانجريديان الجميل بتاعنا. الفلفلايه نبتدي نشيل الجزء اللي فوق ده، هي كده خلاص دابت معايا. طبعا لو عملت يا جماعه الوصفه ديت على الفحم هتكون حاجه تانيه خالص، التست بتاعها هيكون جميل جدا. نقطع بالشكل ده مش فارقه معايا التقطيع لان زي ما قلت لكم كده كده هيكون فيه هندخلها على طول في الخلاط. البصله والجزره ننزله مع بعض بالشكل ده، وزي ما قلت لكم التوميه هنقطعها بس نصين، بس مش هنزل التوميه في الوقت الحالي. ناخد كده تقريبا تتشوح بس كده حاجه بسيطه، انزل الفلفل معاه ياخد الطعم وياخد الريحه الجميله بتاعه الفرن، وبعد كده انزل بقيه المكونات بتاعتنا. عايز اقول لكم هتكون مختلفه وتستاهل، يكون جميل جدا غير اللي احنا عملناه قبل كده. عندي الفلفل في الوقت الحالي نبتدي اللي احنا ننزله كده، ياخد له تشويحه كمان. التوميه زي ما قلت لكم دقيقتين بالظبط، وبعد كده نرفعها على طول بعد ما نضرب ده على طول في النار. في طريقه ان انا ممكن اخد كل ده اضربه في الخلاط وبعد كده ارجعه واضيف عليه ميه دافيه، في طريقه تانية ان انا ممكن اضيف على طول ميه سخنه عندي اضيفه عليه يشرب كده يشربوا مع بعض، وبعد كده اللون هيبتدي يحمر معايا بعد ما تاخد السوا بتاعها كامل بعد كده اضيفه في الخلاط. انا شايف ان الطريقه دي هتكون افضل ان انا اضيف الميه على الخضار بتاعي على اساس ان الميه نفسها تشرب من الخضار ويكون تيستو هيكون افضل. عندي شويه فلفل
اسود بالشكل ده، بجانب عندي البابريكا زي ما قلت لكم هتديني لون وريحه جميله جدا. كده الروائح ابتدت تطلع زي ما قلت لكم. السور كريم اشتغلت قبل كده الفلفل الاحمر، حطينا كريمه لباني. كل اللي احنا عملناه بعد ما ضفنا الميه، ضفنا كوبايه من الكريمه اللباني. انا حابب السور كريم نخليه على الوش منها اللي احنا نزين، ويكون البرزنتيشن بتاعه شكله هيكون جميل. عند الميه كده مش باقي غير شوية الملح بالشكل ده. وندي تقليبة وننساه 5 دقايق، مش اكتر من 5 دقايق. زي ما قلتلكوا كل اللي احنا نعمله نخليه 5 دقايق على النار. بعد كده نبتدي اللي احنا نطلعه ونضربه في الخلاط، ونقدر نقدمه. الشوربة نفسها ما بتاخدش وقت زي ما قلتلكوا، هي 10 دقايق وتكون مستوية. انا سامع صوت الحاجات الجميلة ديت في الفرن، ندي تقليبة، خايفين تكون المية شربتها. احنا دقيقتين وهنبتدي احنا نطلعها. هنطلعها ازاي؟ اول ما نطلعها هنشيل الرول منها، هيكون عندي الصينيه ديت هنشتغل عليها. هنبتدي ان احنا نحط الزيت، حاجه بسيطه جدا، او زبده زي ما قلت لكم، عندي زعتر فريش او عندي روزماري الموجود عندي اقدر اشتغل بيه. هنحط يعني تلميعه كده بسيطه، وبعد كده نروح واخدين الرول نشيله منه ننزله ياخد بلانشيه من ناحيتين. لو انا حبيت ان انا اشيل منه ورق لزير واعمل عليه المسحه اللي انا قلت لكم عليها وادخلها الفرن تاني عشان يكون السوا بتاعها كامل في الفرن، ده شغال وده شغال مش هيخسر معايا. انا عندي هنا زي ما قلت لكم ابتدت تتقل معايا. الجبنه ساحت وكله بقى شكله جميل. كل انا اعمله اجيب المكرونه ونخليها دقيقتين بالظبط مع الخليط الجميل اللي احنا شايفينه دوت، وبعد كده نبتدي اللي احنا نقدمه نشوف الشكل هيكون عامل ازاي. دقيقتين بالظبط ونقدم احلى مكرونه كواترو. زي ما قلت لكم عشاق الجبنه هيحبوا الوصفه الجميله ديت. اللون كده ابتدى يغير معايا زي ما انتم شايفين. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ ابتدت تحمر معايا بالشكل ده. نطلع الاطباق اللي احنا ممكن نقدم فيها الاصناف بتاعتنا. ننضف بس كده واحنا شغالين. وعندي الشوربة كده تمام، ممكن نطلع الشوربة دلوقتي ونضربها. بس ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية الوصفات. شايفين يا جماعة طلع بالشكل اللي احنا شايفينه دوت متماسك، وعايز اقول لكم زي الفل. كل اللي احنا نعمله، انا عندي هنا شوية زيت زي ما قلت لكم، حابين ان احنا نشتغل بزبدة ممكن نشتغل بزبدة ممكن نشتغل بزيت، بس انا حابب اشتغل بزيت عشان لونه هيكون افضل معايا. عندي تومه حاجه بسيطه، يعني هاخد كده سيكه كده صغيره انزلها معاها على اساس ان احنا نقلبها ويكون تستاهل جميل جدا. عندي المكرونه كده خلاص، ادي بس كده تقليبه هنبتدي اللي احنا نقدمها. حابب ان انا اقدمها في الطبق ده، وبعد كده نعمل برزنتيشن بتشيكن رول اللي احنا عملناه مع بعض. زي ما قلت لكم باخد درجه الحراره، لازم تكون درجه الحراره عاليه على اساس اخد الرول ابتدي ان انا الفه. لو درجه الحراره مش عاليه هيبتدي ينزل ميه، لان احنا عارفين الكتله اللي احنا شايفينها ديت بيكون من جوه
طريه مستويه بس بتكون طريه شويه. حابب هنا اعمل حاجه واحنا شغالين كده كله مع بعض، اخد كل الشوربه الجميله ديت وعندي ابتدي اخد الاساسي عندي الفلفل عايز اقول لكم يا جماعه تستاهل جميل جدا جربوها هتحبوا شوربه الفلفل. بعد كده ننزل بقى بقيه الميه ونضرب ضربه حلوه كده ننزل على طول هنا واخد يا جماعه زي ما احنا شايفين حته تومه كده صغيره انزلها على اساس ان انا اطعم بيها الكلام دوت. عندي الشوربه هنا كده تمام، هي الكميه دي كده كويسه ومناسبه. شايفين يا جماعه اللون بتعمل ازاي؟ الصور كريم بتاعها هبتدي اعمل ايه؟ نجيب الصور كريم كده وننزله بالشكل ده. هي تقليبة كده واحدة وشكرا للتحية. احلى شوربة فلفل احمر ممكن نشربها هي الشوربة دي، جميلة جدا في المطاعم عايز اقول لكم كتيرة جدا. احرك ولا لا؟ نقلب بقى بالشكل ده كده، نقلب ونبتدي نزين الطبق بتاعنا المكرونة. مش هنخليه زي ما هو كده، هنبتدي نزينه على طول. طبعا شوربة الفلفل الأحمر أو الفلفل الأحمر ليه مكوناته كتيرة جدا والفوائد بتاعته أكتر. الفوائد بتاعته عبارة عن إيه؟ طبعا بيقي من السرطان، بيقي من الإصابة من فقر الدم وبيساعد في امتصاص الحديد، بجانب كمان بيقي من ارتفاع ضغط الدم. يعني الفوائد بتاعته كتيرة جدا. الفلفل الأحمر مش مجرد اللي احنا بنحطه في الأكل كده وخلاص، لا، ليه تيست جميل جدا. وزي ما قلت لكم نقدر اللي احنا ندخله في حاجات كتير، إذا كان مقبلات أو ممكن كمان كشرب، كل الكلام ده نقدر اللي احنا نشتغل بيه بشكل جميل جدا. أنا عندي هنا كده تمام، كل أنا هعمله هجيب البلانشة بتاعتي ونطلع نبتدي نقطعه مع بعض. شايفين يا جماعة اللون بتاعه عامل ازاي؟ ده اللون اللي انا محتاجه، نخلي ده كده ياخد لون على الناحية التانية. شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ ده الشكل او الفينش بتاعه هيكون بالشكل ده متماسك معايا. نقدر زي ما قلت لكم نقدمه كمناسبات او نقدر نقدمه لاطفالنا. ممكن كمان ينفع كويس جدا جدا لاولادنا في المدارس، هيحبوه جدا بدل السندوتشات اللي هما ممكن يكونوا بيجيبوها من بره، او كمان احنا ممكن نعملها لهم زي ما قلت لكم في البيت منها كمان تجديد ليهم. نبتدي نرص بالشكل ده. شايفين مش بتتفرول معايا، متماسكة وشكلها في نفس الوقت جميل.
نكمل بقية الطبق ونشيل ده. أهم حاجة عندي الطبق يكون شكله حلو. كده تمام زي الفل. احلى 3 وصفات عملناهم النهارده.